جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال يقول فيه: هل يجوز تقديم ركعتي السنة قبل الصلاة المفروضة؟ نعم، هل يجوز تقديم ركعتي السنة قبل الصلاة المفروضة؟ لا شك أن الراتبة التي قبل الفريضة تكون قبلها كالظهر، فإن راتبتها قبل القبلية وبعدها أيضا. الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها، والفجر راتبتها قبلها. أما المغرب والعشاء فإن راتبتهما بعدهما وليس لهما راتبة قبلهما. لكن لعل السائل يقصد إذا أقيمت الصلاة فهل يصلي الراتبة التي قبل الظهر أو قبل الفجر، هل يصليها ثم يلحق بالإمام؟ الجواب لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، يدخل مع الإمام. فإذا فرغ من صلاته فإنه يقضي الراتبة القبلية بعد الفجر وكذلك بعد الظهر، يقضيها محافظة عليها. نعم.